الاصوات والشغل اللي كان بيعملوه على يونيتي في اعدادي هندسه، كان شغال على السوريين وكان لسه بيكلمني على الحوار الناس السوريين اللي في اكتوبر والمساعدات اللي هو بيقدمها لهم والمشاكل اللي عندهم وظروفهم. كنا لسه معاه من فتره برضه في نادي المهندسين حفله اطفال سوريين، وطلع يعرف اطفال عرفنا عليهم. ملوش دعوه اي طرف سياسي، ودي نقطه انا متاكد منها ومش محتاج ان انا اجادل فيها، لان انا من وانا في اعدادي هو كان بيحذرني من الثلاث سياسات. هو كل اللي كان بيعمله خالد هو بيرضى ضميره، سواء نزل رمسيس او نزل في اي حته ثانيه هو كان بيرضى ضميره مش اكتر. عبد الله هلال حاليا هو امين لجنه الجواله والخدمه العامه. الراجل ده من يوم ما عرفته هو راجل محترم مالوش في العمر. عبد الله كان معروف بحجته ان هو بيساعد اي حد. الراجل ده وقف مع عبد الرحمن وافي، وقف مع عمرو ربيع واحمد لطفي. الراجل ده ما ينفعش احنا نسكت عليه دلوقتي. بدات اعرفه اكتر وان احنا نقرب من بعض، فاتصلنا ساعتها ما كان زميلنا عمرو ربيع ومصطفى سيد واحمد لطفي كانوا متابعين في المنصوره. كان هو طبعا واخد دور قيادي جدا في الموضوع ده. احنا كلمنا الاداره وحاولنا بقدر الامكان ان احنا كعاده الاداره دايما ان احنا بنطلع شهادات حسن السير والسلوك، ونطلع الورق كله اللي يثبت قيدهم في الكليه وحسن سيرهم والانشطه اللي بيشاركوا فيها والحاجات دي. بس المشكله ان كالعاده يعني احنا سمعنا ان النيابه ما بتركزش مع حاجه والقرارات متخذه من قبل كده ومسيسه. هو ده بقى عيب الحكم العسكري، ان ممكن اي حد يتقبض عليه من غير تهمه ويتفرق تهم وما تعرفش هو فين او بيتعامل ازاي دلوقتي، حتى المحامين او اهل المتهم بيوصلوا له بسهوله. وصلتنا لطالب في كليه هندسه محترم معروف في كليته المحترم بيخدم الناس وما بيتاخرش على حد. عبد الله هلال مهندس مش بلطجي. خالد مش بلطجي.